مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين في كل مكان. النهاردة أولى حلقات برنامج إيه الحكاية. عايزة الأول أرحب بيكم وأقول لكم وحشتوني. ثانيا كل سنة وانتم طيبين، بكرة رمضان، ربنا يعود علينا الأيام بخير يا رب. وأحب أقدم زميلتي الإعلامية سامية سطور وأقول لها إيه الحكاية. كل سنة وانت طيبة الأول يا رانيا. وانت طيبة يا حبيبتي. وأحب أقول كلمة برضو للمشاهدين حبايبي، انتوا برضو كمان وحشتوني، وكل سنة وانتم طيبين، وعد عليكم الأيام بخير يا رب. وإيه الحكاية؟ هنبتدي الحكاية. الحكاية جميلة جدا، كل واحد فينا، كل شاب، كل بنت، كل إنسان عنده حكاية، عايز يبتدي مشواره، عنده موهبة، عنده شعر، عنده فن، عنده غناء، عنده مصنع، عنده شركة، كل واحد جواه موهبة عايز ينميها. يعني يجي يحكي لنا حكايته. فاحنا بقى نستضيفه، اللي عايزنا نروح له بنروح له، واللي عايز يجي لنا بيجي لنا، ونسأله ايه حكايتك، بتبتدي منين الحكاية، هو يبدأ يقول لنا الحكاية زي الشاعر بتاعنا كده اللي هيقول لنا حكايته ابتدت منين. ربنا يخليك. شاعرنا الجميل اسلام، اتفضل. ربنا يخليك. اولا انا اسف انا على التاخير، الناس اللي وعدتها تمام من فعلا. الساعه مثلا الساعه 3 وبعدين الساعه 6، فمعلش يعني عندي. ايوه فعلا التاخير ده كان مشكله النهارده، بس سامحونا. تمام ان شاء الله. فانا هبتدي بقصيده اسمها قصيده عن الغربه، الناس بتغرب. لا الاول قبل ما نقول القصيده هنقول ازاي الحكايه، او ابتدت من الحكايه، او ايه الحكايه، انت ابتدت اصلا من امتى، الشعر امتى، وموهبتك اكتشفتها امتى، وعرفت ان انت شاعر اصلا امتى؟ بص، هو انا كنت بكتب من زمان، يعني من ايام الاعداد وكده، بس ما كانش في حد تمام بيعرف ان انا بكتب شعر، يعني كنت بكتب الحاجه وبشيلها تمام. بتكتب وتشيلها، ما كانش في حد بيدعم الموهبه في الاول. فبقيت يعني في هنا في القاهره في صالون ادبي استاذ امير فجابر، وهي يعني استاذه فاضله تمام. فالاستاذه دي انا ساعدتني كتير في حاجات كتيره يعني، والحمد لله لحد دلوقتي متواصل بيها، فيعني بروح هناك، فيعني بعرف برضو الشعر بحوره والوزن والقافيه، ويعني زي دراسه وكده. مش انت منين يا استاذ اسلام؟ انا من الاقصر، مركز ارمنت. من الاقصر، اجدع ناس. ربنا يخليك. هتقدم لنا ايه النهارده؟ هقول قصيده عن الغربه بتاعت الخارج، بس مش الغربه بتاعت مصر يعني. ايوه سمعنا يلا. تمام. تقول مكتب التأشيرة وحمل تقيل، مكتوب عليك يا واد تسافر بلاد الغير، تقضي العمر هناك، عايش على أمل طويل، سنين الغربة سرقاك، يا رامي كل أحلامك في بحر غريق وبتعافر، تسافر بلاد وبلاد ومفيش حاجة تستاهل، في الغربة بتموت حاجات صعب ترجع من الآخر، وهم الدنيا جاي بالكوم يزلزل حبك المكتوم، فيترسم في ملام حق غبار، فتتكسف عشانك غيوم، وتنزل تغسل الماضي كلام فاضي بدون عنوان، صدقتي ان انا انسان ودمعك نزل علشاني، يفيد بايه اخر المشوار وطول السكه نكراني، اقرب منك المسافات ترميني في بلاد تاني، ادوس على حلمنا بايدي واقول للندل يا سيدي، اقول معلش استحمل وفي نفسي ابقى متحصر، وندمي يزيد جوايا تشوفني تقول وادي حكايه، تقول فارس من الفرسان، ما تعرفش ان انا متهان ومهدود كل شيء فيا، سنين العمر عدوا قوام قتلوا الفرح في عينيا، غريب والارض مش ارضي والعمر عدى خلاص بيا. القصيده بهديه للناس اللي ايه بره مصر، اللي بتتعامل معامله وحشه من الدول اللي بره يعني. على فكره الغربه انت بتقول، انا بقولها للناس المغتربين بره، على فكره ممكن تكون عايش في بلدك وحاسس بالغربه، وممكن يكون شاب عايش وسط اهله وحاسس بالغربه. المشكله في حاجه واحده بس، انت تغرب في بلدك، مش مفيش اهانه في بلدك، يعتبر زي الاهانه بتاعت بره. ايوه مش زي اهانه بره. يعني انا يعني في كذا حادثه بره في الكويت وفي السعوديه. انا بقصد الناس دي يعني، مش اكتر من كده. طب كويس. طب بتعمل شعر غنائي؟ يعني انت دلوقتي قلت شعر عن الغربه، ممكن تعمل يعني عندك شعر مثلا في اغنيه حد يغنيها، بحيث لو حد برضو سمعك من الملحنين او المطربين، اسمك طبعا موجود في البرنامج، اتصل على الاستاذه الدكتوره رانيا ياخد رقمك يتواصل معاك كده، لو عندك شعر غنائي يعني. انا عندي اكتر من 15 اغنيه، بس انا احنا بص احنا مش هنطول عشان برضو تقدر تقول، مش القصد من كده، بس انا يعني انا أنا, أيوة انا كاتب اغاني ممكن اكتر من 15 اغنيه، بس انا يعني في هدف في مخي، انا ان شاء الله باذن الله وربنا يكرمني باذن الله، يعني مش هطلع اي اغنيه من عندي عشان الهدف. طب ايه هدفك يا اسلام؟ هدف ان شاء الله ربنا رايد هو اللي هيكون، بس مش اكتر من كده. لكن انت بتحب عامه الشعر والكتابه والقصائد؟ لا انا بحب الشعر طبعا والكتابه وكده. موقف معين بيحسك على الشعر ده، ولا انت من تلقاء نفسك بتلاقي نفسك بتكتب؟ انا لحد دلوقتي والله العظيم ولا قصيده كتبتها تخصني انا، عشان بس في ناس كتيره لا مش القصد من كده، في ناس كتيره بتقصد مثلا ايه، انا لما بقول قصيده تمام حاله معينه بتقول لك لا القصيده هو يعني ليه، فانا في كذا قصيده
في ناس بتحكي لي مواقف او انا بشوف قدام مواقف انا اكتب في الكلام ده، بس انا والله العظيم لحد دلوقتي شوف قصايدي كلها يمكن اكتر من 40 قصيده او 50 قصيده، ما فيش اي قصيده تخصني في الموضوع ده مش اكتر. ما شاء الله ما شاء الله عليك. سمعنا ايه تاني؟ هسمعك تمام، هسمعك قصيده اسمها اول خطوه لي. بس حتى علشان نقدر نتكلم برضو في حته ثانيه نقدر نكتشفك اكتر ونعرف الناس بيك. تمام. يعني مش هنقدر اصل الحلقه ممكن تقول فقط ستان وشكرا، احنا عايزين نقول للناس ان هو عنده كتير وعنده موهبه كبيره قوي ويقدر يعمل ايه. عايزين نوريهم يعني الحكايه كده يعني بتين من القصيده، اقصد بتين من القصيده، بتين من القصيده مش هينفع. هتبقى كامله، قول ثلاث اربع بيوت بس عشان الناس تعرفك اكتر. مش طويله دي القصيده دي ان شاء الله مش طويله. بتقول لك ايه؟ في اول خطوه ليك، في اول خطوه ليك والقلم مكتوب عليك، بحار والموج عالي والقلب خطاف خايف، كل البلاد مرسى والغريبه مش شايف، الحلم يعدي بلاد والعمر عدى وفات مش فاضل غير دموع، الصوت يرسم ضحكه واللي جوا مش مسموع، وانقال ومات اطول الاحزان جواكي، وازرع على قبري الافراح لان اول اللي مات ولا اغلى من اللي راح، اسرق من العمر فرحه ولا تفكري في الذكريات، في الجنازه كوني اول الحاضرين، قولي كان رسم الدنيا بالالوان، عاش على قد ما عاش ولا يوم في حياته خان، وبقي تعالى الصبح بدري على قبري اقري قران. الله حلوه قوي ما شاء الله عليك. تقصد بيها ايه بقى؟ لا بقى دي الهدف معلش. طب ما فكرتش تعمل ديوان شعر؟ انا عامل ديوان شعر بالفعل، وان شاء الله في واحد بجهز فيه برضو الفتره اللي جايه دي. كتبت كتب ليك يا اسلام؟ في ديوان تمام مشترك اسمي اول حرف انا مشترك فيه. دي انت مشترك فيه مع زمايلك يعني؟ في قصيده ان شاء الله يعني قريب باذن الله هعملها في ديوان كامل ان شاء الله باذن الله. ربنا يحقق كل احلامك يا رب، وحكايتك جميله ان شاء الله ربنا. وعندك انت حد طيب جدا ومجتهد، واحنا بنوصل رساله من قناه الصحه والجمال لاي موهبه في برنامج ايه الحكايه، عايزين نعرف حكايتك. كل بيت وكل فرد ليه حكايه، واحنا نحب نسمعها وتشاركونا معانا، صح حبيبتي؟ ده اكيد. اتصل على رقم الدكتوره رانيا واتصل على الرقم بتاعي موجود عندكم برضو، او ادخل على قناه سر الجمال مع سامية سطور، واللي عنده موهبه تواصل معانا. ورساله تقدر تقدمها لاي شاب عنده موهبه، او اي شاب او اي حد عنده موهبه تقدر تقول له ايه في رسالتك؟ اجتهدوا والبقى على الله، اللي راضي ربنا هيكون. هو الباقي على ربنا وكل الله. حاجه بس اهم حاجه الاجتهاد، هو الواحد اجتهد في في المشوار بتاعه والباقي كده اللي ربنا هيريده. بس انت معايا في رأي ان يصر على النجاح هينجح واشتغل طبعاً على نفسه. ماشي، مفيش نجاح من غير رضا ربنا. صح صح بكلمك كده، هو الواحد اجتهد بس برضه اللي رايده ربنا هو اللي هيكون. اكيد هو إرادة ربنا فوق كل شيء، بس اول حاجه زي ما انت قلت يا اسلام الاجتهاد. الاجتهاد وزي ما زميلتي الجميله الاعلاميه قالت ساميه ان يصر على النجاح. ايه بقى اللي بيكمل الاراده وربنا اراده ربنا فوق كل شيء؟ مش معنى ان يعني انت ممكن تقول لهم مش معنى يعني انت زمانك بتحارب كتير عشان توصل وتقعد القعده دي وتودي صوتك وشعرك للناس. تمام، فانت ممكن توجه لهم كلمه تقول لهم يعني اشتغلوا على نفسكم كويس قوي، هتقع تقف تاني، هتقع تقف تاني لغايه ما توصل الهدف بتاعك. صح دكتورة؟ اكيد طبعا. حتى أكيد لو اتاخرت شويه بس مسيرك هتوصل. هنلاقي عقبات في حياتنا كتيره جدا. صح؟ خليك قد حلمك وقد هدفك زي ما انت قلتي، اقع وهتقوم وهتقف تاني على رجلك، ما تخليش اي حد يعطلك ولا اي حاجه تمحي طموحك او تقتله. والدليل على ذلك الشاعر الجميل اسلام بيقول لك اجتهد وخلي الباقي على ربنا. هتسمعنا ايه كمان؟ هسمعك حاجه اسمها بتشيل الحمل لوحدك ليه. الله عليك، حلوه كفايه اسمها. كفايه اسمها حلو قوي. بتشيل الحمل لوحدك ليه، وانا اللي شايلها فوق كتفي، انا اللي واخدها عافيه وزوج، وعمري ما كنت يوم ضايع، وبمشي المشي وبتعاجب على سكك الخاينين بالدور، انا اللي ساعات بكون مكسور وبرجع اقوى من الاول، قلعت بايدي كل جذور وشفتك انت قلبي حنين، انا اللي بكره التلوين من وشوش الناس ومستغرب، وانا اللي قبلك مجرب والجراح بتصلب صلب، مستحمل هموم بالكوم وشايل الفرح وشايف الفرح وياكي، محصراني احزان الليل ساعات ادوس على جرحي وعدي يومي بالتمثيل، اخبي الدمعه في قلبي وعار عليا دموع تسيل، بتشيل الحمل لوحدك ليه، وانا دراعي عشانك شال من الهموم احزان جبال، عمري مره ما كنت بتعب او حتى بسرح بالخيال، العذاب كان امر واقع الشده صنعت رجال، وانت شاهده على السنين الوجع كان بالشوال والدموع كان مرسومين، كنت بحبس اي دمعه ومن جوايا بكون
حزين كنت بشوف الحزن جايز وبنسى الهم بكلمتين. الله عليك الله. لو تاخدي بالك يا دكتوره ان هو اتطبق في البيتين الاولانيين نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله، هتقع وتقف وتعافر لغايه ما توصل لهدفك. جميل، وبرافو عليك فعلا. كلماتك حلوه قوي ولها معنى، وان شاء الله باذن الله هتوصل. وافتكر الكلمه دي لما لان انت مصر على النجاح، فبتشتغل على نفسك كويس قوي قوي. كلماتك حلوه، بتنتقي الكلمات اللي بتقولها وبتوجه منها رساله. مؤثر بالزبط. مؤثر يعني هو بالزبط. بيتكلم تحس ان قلبك بيرجف من جوه ومصدقينه. احنا مصدقينك في اللي وكمان الحمد لله هو وصل خطوات كويسه، عمل دوين بالظبط. الحمد لله بنعمل برضه حفلات وبتعمل حفلات يعني بالزبط. ما شاء الله. واحد ساميه انا عايزه اقول بس للمشاهدين برنامج ايه الحكايه، يعني ما تيأس ما تيأس. عايزين نقول لهم احنا كمان بنتعب قوي بس مصرين على نجاحنا وعلى تواجدنا معاهم. ما تخليش حد يحبطك، دي رساله انا بوجهها. اهم حاجه الاحباط تكمله يعني كلامك. ما تخليش حد يحبطك، ما تخليش حد يوقفك. سر على النجاح هتنجح. اقع وقف تاني. كل ما حد يهبطك بالعكس، دي انا مني واحده بشكر كل اللي احبطوني، بديهم كل التحيه. مش اللي شجعوني، اللي احبطوني، لان احباطهم فيا هو اللي اداني القوه ان انا اقف في المكان ده واقعد قدام الكاميرا دي. بوجه لهم كل التحيه وكل الشكر. وكل حد يحبطني او يرجعني، لا انا هقوى. فدي رساله بوجهها لكل الشباب. انا عايزه اقول لك تقدمي شكر لمين؟ من عيلتك او من اهلك او حد؟ لجوزي. بقدم له كل التحيه وكل الشكر، لان هو اللي مصدقني ومآمن بموهبتي ومصدق فيا بجد بجد. ربنا يطول عمره. اللهم الباشمهندس حمدي بوجه له كل التحيه وكل الشكر، فخر ليا وشرف. وهو اللي وقف في ظهري، هو اللي بيقويني، هو اللي مخليني مصدقه نفسي. انا متعمده اقول لك كده لان انت ورا الكواليس دايما بتشكري فيه جدا. بفضل الله. فانا عايزاك تصر على نجاحك. انت انسان موهوب جدا جدا جدا، وصلت لمرحله كويسه ان انت تقف مع دكتوره رانيا في المكان ده ومعانا بالمنظر ده، كل الدنيا تسمعك. انت ما شاء الله، ربنا يوفقك. ربنا يخليك. ونموذج مشرف للشباب. احنا هدفنا من برنامج ايه الحكايه بالظبط نساعد الشباب اللي لسه طالعين، اللي لسه ما عندهمش ايد تتمد لهم تساعدهم. بالزبط. احنا من هنا انا وانت يا سامية هنقول لهم احنا ايد هتتمد لك، الناس كلها تعرفك إيه وتعرف موهبتك وايه حكايتك. وهتسمعنا ايه كمان؟ سمعك قصيده دي الواحد صاحبي، تمام؟ فانا بقول له القصيده دي، هو سامعها ان شاء الله. بقول له ما تفكرش فيها، ما تفكرش فيها، حبها ليك مجرد ضحكتين وكام كلمه في نص الليل. دي ياما ضحكت قبل منك على شباب كتير من سنك، فرشالهم غرام وحنين. وانت فاكرها حباك وتقول اصحابك ريداك، وهي اساسا مش طايقاك، دي واخداك بس تسليه. هتاخد فرحها منك وهتبقى زي غيرك ضحيه. وانت موهوم من جواك، عشان قالت بحبك تبقى خلاص عايزاك. هتغرق في بحر كبير، هتشرب خيانه كتير وهتندم على عمر فاتك. عشان كانت غلط حساباتك، هتعيش بجرح كبير هيدمر كل حياتك. وهي مبسوطة في حياتها، مفيش حاجة جديدة عليها، وانت الغباء راكبك ولسه برضو بتفكر فيها. والله العظيم برافو عليك. جميل. برافو عليك. ده قصة واحد صاحبي مش لا لا ده صاحبك يعني. لا ده انت صديق وفي كمان بتقدم لصاحبك. لا اصل هو بيقول لي اكتب لي قصيدة على عيد، يعني في عيد الحب بلاقي التليفون عندي على طول رسايل، اكتب لنا حاجة في الكلام ده. فانا فهو بقى يعني مش عايز اقول بس معلش يعني هو حظه كده. لا انت يعني ما شاء الله وافي كمان لصديقه. لا يعني برافو عليك. هو عشان شاعر فحساس، بيحس بكل اللي حواليه فعلا. فهو يعني هو بيقول لك الحاجات في بدايه الحلقه، قال لك الحاجات دي مش بتاعتي. أيوة. بتاعت ناس انا شايفها، لان هو الشاعر بيبقى مرهف الحس. أيوة. مرهف الحس، فبيحس بكل اللي حواليه. وبياخد من كل واحد، يعني هو بيبص فيك بيقرا الكلام اللي جواك، بيبدا يطلع، هو بيحس وبيبدا يطلعه. ايوه فعلا ما شاء الله. اللي عاجبني في الموضوع بجد، انا فخوره اللي انا قعدت معاك، وليا الشرف اللي انا والدكتوره رانيا قعدنا معاك. طبعا انت حد مشرف، انت وجهه لمصر، انت بتنتقي الكلمات اللي انت بتقولها. كلماتك حلوه ومعبره بجد، انت شخصيه محترمه. لا وكمان يعني من بلد جميله، الناس الحلوه ما شاء الله تبارك الله. يعني يعني بلد الاقصر احنا سعداء بيك فعلا. يعني سعداء. الاقصر بقى مش لينا ايوه لا ازاي ده؟ لا والله العظيم بتكلم بجد يعني، تمام؟ هي الاقصر تمام يعتبر مش
مش لشعب مصر، عشان بس نتكلم احنا في صوره برضو يعني نوضحها للناس. للسياح يعني، هي للسياح اكتر. تمام، بس طبعا مش ما هو احنا يهمنا ان السياح يجوا بلدنا ويشرفونا وينوروا يعني بلدنا. احنا نتمنى ان كل يوم يدخل لنا مليون سايح، ما هو ده اللي بيعود علينا في الاخر يعني. ومصر مفتوحه للدنيا كلها. لا بصراحه ما كتبتش اي حاجه للاقصر لحد دلوقتي بجد؟ والله لا لا، لازم تعمل لنا قصيده ونقولها في البرنامج ان شاء الله للاقصر. ان شاء الله انت تعمل لنا قصيده. هو وعدنا، انا والدكتوره رانيا وعدنا ان هو هيقول ايه الحكايه على البرنامج. قصيده للبرنامج نفسه، هعمل لكم قصيده ليه باذن الله. تعرف احلى حاجه في الموضوع ايه؟ اللي احنا ابتدينا ايه الحكايه في حلقه جميله مع شاعر راقي، كلماته حلوه صح يا دكتوره؟ ايوه طبعا. ودي كانت اول حلقه في برنامجنا، كان في عندنا برنامج تاني اسمه شكل تاني، ودي اول حلقه في ايه الحكايه. في ايه الحكايه؟ والنهارده كمان ليله رمضان يعني. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه ومصر الحبيبه بخير، والامه الاسلاميه والعربيه كلها بخير. النهارده يوم فعلا مش عادي، يوم مليان بالبركات وريحه رمضان، وكلنا مشتاقين لرمضان. كل سنه وانتم طيبين بجد. النهارده يوم حلو قوي، يوم جميل، وبدايته كانت حلوة قوي. إيه الحكاية؟ ليلة رمضان ده لا ينسى، ومع شاعر الأقصر. وتحبي بقى تقولي لضيفنا إيه؟ سمعنا حاجة تاني ولا؟ لا أنا بقول له بقى إيه، هو الناس عرفته وعرفت هو بيتكلم إزاي. ما هو بصي، أنت من عنوان بس القصيدة اللي بيقولها هتعرفي هو بيفكر إزاي، والقصائد بتاعته إزاي. إحنا عايزين نعرف بقى هو ناوي على إيه المرحلة الجاية. ده اللي إحنا حابينك تقوله للمتابعين بتوعنا عشان يتابعوك. أنت ناوي على إيه المرحلة الجاية؟ متابعينه كمان اللي مستنيين. أكيد طبعًا. إن شاء الله بإذن الله يعني. تمام، بعد العيد باسبوع او اسبوع ونص كده يعني. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله في حفله في ساجد الصاوي. تمام، في الزمالك ان شاء الله يعني. انا عملت قبل كده كذا حفله، فان شاء الله الحفله دي باذن الله يعني خطوه حلوه ليا باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا رب، ربنا يوفقك. خطوه حلوه ليك. عايزين بقى نسمع حاجه حلوه. يلا سمعنا ايه؟ سماك قصيده غزلت الهموم. يلا سمعنا. غزلت كل الهموم وغرست حزني بكفي، ألضم عقود الزمان والصبر ما مكفي. تاج الشموع ساح حرق فيا الأفراح، وقلبي للحزن عاشق عشت الحياة سواح. رمان الزمن في متاهات وعرفت كذب الوشوش، العمر عدى ساعات والهم خيط معقود. سفرت بلاد وبلاد وكسرت أي حدود، يا حلمي كان مطفي يا دنيا ما تكفي. حملك تقل وزاد ما عادش فيها حساب، على طول سايقة العناد والهم شقق كفوف. ملعون أبوها الظروف اللي ما تشوف الحنين، حرمان يطول سنين والحزن بيذبح ذبح. يا دوب يطيب الجرح يفتح كتير أوجاع، لملم هموم الكل وقدام بقي مفروض. بقيت أنا الموجود مطعون بسهام الكل، خسرت كتير أحباب والخسارة ساعات مكسب. من الحمل بقيت بهرب وكرهت معنى انفاق، بقيت أنا الكذاب وهم اللي مصدقين. الطمع ده أصله جهل عاش في سواد العين. الله عليك. بصي، ياخد من كلمته الخسران ساعات بيكون كسبان. اكيد اكيد. حلو يعني، مش اي حد شخصيتك في حياتك تبقى مكسب ليك. ما ممكن تكون خسارته مكسب ليك، ما ممكن يكون ده طاقه سلبيه ليك. صح ولا لا؟ بس نطلع من الكلام ده ان بلدنا جميله ومليانه مواهب حلوه قوي قوي، ومش كل اللي موجود على الساحه وحش. بالعكس، في مواهب جميله. عايزين نبدا معاها الحكايه زي ما بدانا مع الشاعر بتاعنا. ما شاء الله استاذ اسلام، ما شاء الله. فالبلد بجد مليانه خير ومليانه مواهب، والمهم ان هم عايزين حد يظهرهم، حد يساعدهم، حد يكون دعم ليهم، حد يكون سند. على فكره ممكن ادعمك بكلمه حلوه بالزبط. ممكن اطبطب عليك، مش شرط ان انا ادعمك ماديا ولا اساعدك في شغل لا، انا ممكن اديك كلمه ايجابيه، طاقه ايجابيه ساميه. ولا انت مش معايا؟ طبعا طبعا طبعا. نبتدي حكايتنا مع شاعر اسلام. عايزين نقول مصر ولاده، مصر أكيد. فعلا جابت مواهب كتير جدا أكيد. ولسه في ياما مواهب طالعه، وده اللي احنا واثقين منه ومتاكدين منه. في مواهب كتيره بتبقى محتاجه يا سامية حد يدعمها، حد يظهرها للنور. احنا موجودين. احنا موجودين في ايه الحكايه؟ في ايه الحكايه؟ هتبتدي حكايتكم معانا، وعايزين نسمع حاجه كمان. احنا طماعين بقى، احنا النهارده عايزين نستغلك. ربنا يخليك. انا هقول حاجه اسمها انا درويش. أنا درويش. أنا درويش أحب الله في قلبي عبادة، مش خايف من التهويش طول ما بصلي على السجادة. أنا إسلام ومش خاين،
وعمري ما اقبل اعيش مكسور، بنطق الحق بلساني وما اقبلش كلام الزور، عشان الظلم فيك بحور، العدل بيحكي عن حسنك وبيرقص على الضميرين، ميزان العدل بيجي فيكي يا بهية مايل على المساكين، خطاط بيخطط حدودك ماشي عكس الناس وبيتمنى كل يوم موتك، انت اللي غلطانة عشان سلمت قوام، بتمد ايدك للي ملهوش امان. بس كفايه كده. الله جميل. بجد برافو عليك، انت حد كويس جدا جدا، ربنا يخليك. احلى حاجه في الموضوع يا دكتوره ان هو صدق نفسه واشتغل على نفسه فعلا، وبسم الله ما شاء الله، عشان كده عشان صدق نفسه فهو موجود النهارده. ما هو انت المهم تؤمني بنفسك. بالظبط، يعني انا لما اكون مؤمن بنفسي النهارده اكيد الناس هتصدقك بعد كده وهتؤمن بيك. ما هو اللي بيصدق نفسه الناس بتصدقه طبعا، لكن انا دلوقتي لو انا مش مقتنعه بنفسي طب اللي قدامي ده هيقتنع بيا ازاي؟ صح. صح. صح ولا لا؟ صح. لو انا قلت لا ده انا ضعيفه، ده انا ماليش حضور، ده انا طب ما اللي قدامي هيثق فيا ازاي سامي؟ صح ولا لا؟ بالظبط. فلازم اي حد يكون جواه موهبه يصدق نفسه ويساند نفسه بنفسه. صح. خليك عكاز نفسك، خليك سند لنفسك. صح. وانا بقول لك عن نفسي، انا فخوره اللي انا قعدت مع شاعر كلماته راقيه، كلماته محترمه ومهذبه، ومنها بيوصل رساله لكل شاب. يعني كل كلمه انت قلتها سجدت الصلاه والصلاه، واتكلمت عن الحب وعن الاخلاص، اتكلمت عن الغربه، اتكلمت عن كل حاجه في كل كلمه. كل كلمه انت قلتها لها معنى وتتقال بجد، مش كلام هلس ولا كلام اي حاجه، كلام يدرس. فبجد انا سعيده وانا وانت قاعد معانا يعني في الحلقه، وان شاء الله ما تبقاش اخر حلقه يا دكتوره. طبعا يا حبيبتي احنا لسه النهارده ان شاء الله مش هتبقى اخر حلقه، شرف لينا بجد بجد. وطبعا دي بدايه حلوه. صح. بدايه حلوه بجد ان يكون معانا موهبه. ايوه فعلا فرحانه في اول حكايه. طبعاً حكايه جميله. الفرحه طبعا انت معايا يا حبيبتي. تسلمي لي بجد والله. وكمان في اول الحكايه وحكايتها جميله بادئه، اي نعم حصل فيها شويه لخبطه موهبه تاخرنا على المشاهدين بتوعنا. ايوه بس هم حبوا يكرمونا ويطلعونا الساعه 7 عشان تبقى الناس كلها موجوده، نسبه المشاهده تكون اعلى. فاحنا بنوجه لهم كل التحيه طبعا، اداره القناه يعني هم كانوا كده بيكافئونا، وشكرا لهم جدا. وفي نهايه الحلقه انا هشكر الضيف يا دكتوره، وهديك تشكريه. انا بشكرك من كل قلبي بجد على اللقاء الجميل ده، وبشكر اداره القناه ان هي ادت لنا التوقيت ده، وبشكر الدكتوره رانيا على الحلقه الجميله الممتعه دي. ده انت اللي تسلمي لي قلبي، فخر لاي حد. وان شاء والله الله دايما احنا معاكم بكل حاجه حلوه وكل حكايه حلوه، وكل حكايه وراها حكايه، وكل شخص فينا وراه حكايه. وتفضلي يا دكتوره. حبيبتي انا عايزه اشكر طبعا اسلام اللي نورنا. ربنا يخليك يا استاذه، والله العظيم بجد انت حد محترم جدا، وانا اتعاملت معاك وبجد عندك اصرار وعندك طيبه قلب وثقه كده في الناس، فان شاء الله اكيد ربنا هيكرمك والله بجد. وثقه في نفسه ما شاء الله. وثقه في نفسك. عايزه اشكر كل حد ساعدنا وقف جنبنا وكل حد دعمنا. الحمد لله الواحد بجد بيقابل صعوبات وعقوبات كثيره جدا في حياته، بس احنا بنوصل رساله. الاعلام هو اخبار، ان انا بخبر بحقائق، اقف جنب الناس اطلع موهبه بجد تستحق ان هي تطلع للنور. برنامجنا ايه الحكايه؟ ورا كل شخص حكايه نفسه يحكيها. كل واحد فينا عنده حكايه، فاحنا بنساعده ان هو يحكي حكايته، سواء موهبه، سواء مشكله، سواء صاحب مجال. طبعا انا عايزه اقول وقت الحلقه خلص بسرعه جدا، هتوحشوني. كل سنه وانتم طيبين، يا رب دايما بخير وسعاده. البرنامج ده نسينا نقول يا دكتوره ان هو برعايه مجله الراي وجريده الراي وقناه الراي واستاذ وائل العملاق اللي شرفنا بيه والشغل معاه، وبنوجه له برده كل التحيه. طبعا نوجه التحيه للاستاذ دكتور وائل جريده الراي. طبعا. وطبعا ان شاء الله رمضان كريم علينا كلنا، وكل سنه وانتم طيبين، واستنونا في حلقه ثانيه من ايه الحكايه. تقولي اي حاجه؟ هنقول اسلام بس يقول كلمه لمتابعينه يعني ينهي معاهم سريعا. سريعا كده في ثانيه كده. انا اسف على التاخير بس مش اكتر من كده معلش. نشوفكم في الحلقه الثانيه ان شاء الله من ايه الحكايه، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين.